عايزة تتعلمي انجليش ومش عارفة تبدأي ازاي. اولا الموضوع ببساطة شديدة، لازم يكون اول حاجة عندك هي سبب انك تتعلمي الانجليش. يعني لو مفيش سبب يخليك تتعلمي انجليش، هتحسي بملل مع الوقت او هيبقى فيه اهمال. فدي اول حاجة لازم تعرفي ليه اصلا عايزة تتعلمي انجليش. تاني حاجة تشوفي بقى الامكانيات اللي عندك عشان تبدأي بيها. هل انت مثلا حابة انك لو عندك الامكانية المادية انك تاخدي كورس في مكان ما فتقدري تعملي دوت، ده هيبقى حل كويس ليكي في الاول، ان هيبقى في حد معاكي ومتابعك باستمرار، فدي هتبقى حاجه كويسه. وخصوصا ان بعض الناس بيبقى عندها مشكله المتابعه، ان لازم حد يبقى دايما فوق راسنا عشان يتابعنا ويخلينا نعمل الهوم ورك ونطور من نفسنا وهكذا. ولكن في طريقه تاني هي انك تبداي من على النت، سواء بمتابعه قنوات على اليوتيوب زي مثلا قناه زي امريكان انجلش او دروس اونلاين او غيرهم. ولكن في الحالتين بقى انك لازم دايما تصوري بنفسك، يعني لازم دايما تطوري نفسك بنفسك كل يوم في الانجليش من خلال الممارسة. الممارسة هي اهم حاجة، ما ينفعش تتوقف ابدا، وخصوصا في الانجليش او في اي لغة لازم اللغة ما تبعديش عنها، لازم اللغة تبقى معاكي كل يوم علشان فعلا تديكي ناتج كويس. يعني مثلا سواء بمتابعة انك تتفرجي على الافلام او الكرتون، انك تتكلمي مع اجانب، انك تقلبي موبايلك وحياتك كلها بالانجليش، تخلي الانجليش هو اسلوب حياة بمعنى صح في كل حاجة في حياتك، وتحاولي انك تمارسيه باكتر الطرق واكتر وقت ممكن، ودوت هو اللي هيفرق معاكي. فالاستمرارية والالتزام في الموضوع ده هو اهم حاجة.